أخبار اليوم. الحدث اختيار ملكة البيئة والحب والسلام حدث جيد جدا في ظل الظروف اللي بتمر بها مصر تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثل فيه 70 دولة. أعتقد أنه هو ممكن يساهم في تحسين صورة مصر في الخارج، وخصوصا أن دول ممثلين عن دولهم، ودول معظمها بتصدر سياحة لمصر، فأعتقد أنه حدث جيد جدا في مثل هذه الظروف. والله احنا المجلس إدارة الهيئة خد قرار بأن احنا نعمل ما بين 4 إلى 5 ميجا إيفنت ما بين أحداث فنية وأحداث رياضية لمشاهير من العالم، سواء مطربين كبار زي سيلين ديون أو أدال أو غيرهم، وإقامة مؤتمر رياضي ضخم جدا احنا بصدد الإعداد ليه. أعتقد أن احنا في حاجة ماسة إلى مثل هذه المناسبات الفنية والثقافية المنظمة بشكل جيد جدا، وتدي انطباع جيد عن مصر في إطار استخدام المشاهير في ترويج والدعاية لمصر. احنا بنشتغل على هذا الموضوع، أطلقنا حملة دعائية بدأت في أوائل شهر فبراير ومستمرة لغاية منتصف إبريل في أكثر من 14 دولة. ده برضو هيدي زخم جيد جدا عن مصر. احنا في انتظار قرار الحكومة الإنجليزية وقرار الحكومة الروسية برفع الحظر عن السفر لمصر، ده يعتبر حديث بتجرى سواء على المستوى السياسي أو على المستوى السياحي مع الجانب الروسي في محاولة لإيجاد حل لهذا الموضوع. طبعا احنا بنتفهم مدى حرص الحكومة الروسية على مواطنيها، واحنا متفاهمين هذا، لكن انا بقول ان الاجراءات الموجودة في المطارات المصرية وفي المناطق السياحية والاثرية بتعتبر جيدة الى حد ما، فاحنا بنحاول نوصل لهم هذه الرسالة، وبنرجو ان يحصل نوع من التعاون، لان السياحة الروسية مهمة جدا بالنسبة لقطاع السياحة المصري، لان بتمثل الدولة الاولى بحوالي اكثر من 3 مليون سائح. مرسي أوي.